أما ما زعموا من البدع الحسنة، بناء المدارس والربط وتأليف الكتب، نقول هذا ما هو بدعة، هذا الدين حث عليه، حث على الإحسان، حث على العمل الصالح، حث على الخير، هذه كلها من الخير، من أمور الخير، وهي معينة على فعل الخير، هي ليست بدع، هذه جاء بها الدين وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني أحيا سنة قد أميتت فقلده الناس في ذلك له الأجر وأجر من اقتدى به. فهذه ليست بدعا حسنة، هذه من السنة، تعليم العلم النافع وعمل ما يعين على طلب العلم، فتح المدارس، تكوين المعاهد والكليات، فتح الربط لطلبة العلم، هذا كله مما يعين على طلب العلم وهو مأمور به شرعا، ليست هذه بدعة.